قوية في السوق هنايا إلا الحواتة اللي هما اللي راه خدامين بلاصة ديال الخضار عاود كذلك هي خاوية أمور تبارك الله الجودة هنايا في السوق المغطى تبارك الله شحال دير الثمن هذه الجودة 45 كاين 50 كاين 45 45 درهم هذه وهذه 50 50 درهم تبارك الله وشفنا عندك حتى الشريحة هذه بشحال دير الشريحة 100 درهم 100 درهم الزبيب الزبيب يدير 55 55 حتى هو ريبان اللي طلع تبارك الله التمر حتى نتاع 40 كاين ياك وهذا بشحال 20 درهم 20 درهم تبارك الله شفنا عندك حتى القرقاع تبارك الله 50 درهم شي حاجه مزيانه تبارك الله البندق 70 درهم 70 درهم تبارك الله هذا القرقع البلدي ياك هذاك الباك مسميت الباك شحال يدير 80 درهم 80 درهم تبارك الله هذه هي المنتوجات تبارك الله ديال التمور اللهم بارك القرقع هذا بقشر 100 درهم البلي 100 درهم ياك حاجه مزيانه وهذا اللوز هذا بشحال راه يدير؟ هذا يدير 85 85 درهم ديال المنطقة هنايا ولا؟ لا ديال الخارج ديال تبارك الله اللهم بارك تبارك الله كاين الجودة وكاين شوية الغلا شوية الغلا الدعوة راها سخونة نعم غالي تبارك الله المسكين راه ما تلقى ما كل شيء غلا بالله عليك البيت لا الخضرة لا كل شيء الفواكه لا كل شيء غلا يعني العام اللي هو رمضان اللي فوتنا 100% وهذا رمضان نقص شوية لا لا يلا نديروا واحد الحاجة صعيب الحال تفطر على 14 5 ولا تفطر على كل شيء راه شنو السبب ديال هذا الغلاء يعني شنو كان السبب في هذا الشيء هذا السبب ديال هذا الغلاء نقول لك نيشا نعم الاولى السبب ديالو الجبهه الجبهه راه ضراب يعني حتى الشتاء راه كانت السبب في هذا الشيء ايوا فين راه الجلبانه فين راه الفلوس فين راه الصوالح فين راه لا وثاني نعم النقطة اللي داير بحال دابا راه مصدروا الخارج هو اللي ثاني طلع حتى التصدير كمل القضية ياك فرعنا يعني علاش السلعة كتمشي للخارج وحنا كناكلوا العمود هذا هو دوك المسكين اللي كان كيعيش بواحد يقولوا لنا الزيت ويقولوا لنا المسايير راه جايين من هي وطاطا من هنا وناخذ الخضره راه ديالنا انت عاد حتى ليسونس عاود ساهم في هذا حتى ليسونس مساهم في هذا الشيء كلشي مساهم فهمت والغلا من الله والرخام من الله سبحان الله ما تفوتهم يعني كاين شي حوايج زروك قضية الشتاء نعم بحال الجلبانة والبوق قضية الشتاء وي بطاطا تاع دابا قضية الشتاء الشتاء راه موجود فهمت لا نقولوا الزرع القمح لا ما كاينش قضية الشتاء واه واه فهمت شنو نقولوا له ودي راه غير الغلا راه كذا راه هنا قضية الشتاء كل شيء قضية كل شيء قضية الشتاء قضية الجفاف هو البلاد لا اله الا الله ولكن لاحظت واحد القضيه الخير موجود يعني الحمد لله الحوت الخضره الخير موجود ولكن كل شيء كاين المضاربه كاين حتى المضاربه الاحتكار في وين مشينا عند الفلاح نعم واش غادي يقوم ذاك الماطيشه يقومها بواحد المصروف تمام مشينا عند مول الدجاج غادي يطلع لك ذاك الفلوس فهمت يعني داك الشيء مصاري مول الكسيبان مول البقر مول الغنم مول كذا شحال غادي نطلعوا ذاك الشيء كيفاش يتقام عليه بواحد المصروف مصروف كبير قاضية كاين واحد النقطة يعني قاضية نتاع الأخر خص السلعة تخرج في الخارج يعني نقصوا ما يمكن خص نقصوا خص المازوت يعني ينظروا المازوت حتى المازوت وي حتى المازوت فيه شوية لا المازوت ديال الطبقة الفقيرة الليسانس ديال الناس اللي عندهم تحوس عمرها روح بصح المازوت ضروري لا ولا هذا السنه ناكلوا بهم اظن تحكوا بهم هكذا فاس هذه ياك الله يحفظك عمي شكرا الله يعطيك الخير ما جبتش هو ما شاء الله والله لا بغاو يهودوا اثمنا اثمنا لا ولا واش بغا دمنا كادير غادي منا بالميز وغادي يمشي لكمنا لا كادير بالميز غادي يخرج لك الكانون ديال الخضره والسلطه مطيشه شحال غادي يزيد على المازوت؟ 700000 اللي تزيد عليه حتى 800000 وغادي يزيدها في الماطيشه ويزيدها في الخضر. ايوا ما غادي يجيبوا فلوسها من جيبو. الا كانت كتوصل ب 4 درهم غادي توصل. ندير انا في راس ندير انت في واه واه. تما دير انا راني. الله يهديك. غادي فلوسها من جيبنا. الله يهديك نيشا. ها؟ عندك السي. الله يعطيك الخير شكرا. مقهى ما خداماش بلعت ها هي فضاء زوين تبارك الله العائلات هنايا ولكن ما بروجي ما خدمتش هنا الورود
بلاصه تاع الورود، بلاصه ديال الرايب وداك الشيء. تبارك الله هنا فضاء زوين، ما عرفناش علاش ما خدمش،